يعطيكم العافيه مشاهدينا الكرام، معاكم يعقوب من فريق لكي جينيريشن جيمرز، وعندي لكم سؤال جديد حق الحلقه القادمه من برنامجكم الاذاعي البعد الاخر. تعودنا تاريخ الفيديو جيم انه يكون في ابطال وتكون في شخصيات مسانده للابطال او شخصيات ثانويه للابطال، مثلا سونيك وتيلز، تيلز كل شخصيه هي المسانده او شخصيه ثانويه، ماريو لويجي، راتشت اند كلانك، جاك اند داكستر، وايد في امثله. برايكم شنو هي الشخصيات الثانويه او السايد كيكس اللي انتو حبيتوهم عبر السنين، او الشخصيات اللي حسيت ان لها دور حلو بالقصه او باللعبه؟ شاركونا باجاباتكم بقسم التعليقات تحت، وان شاء الله راح نسجل حلقه بيوم الاحد تاريخ 17/3. حياكم الله، احنا بانتظار اجاباتكم.